30-40% كاين هناك واحد النوع من التهاقص ديال بعض الموظفات والموظفين في تحمل هذه المسؤوليه. علاش؟ لانك تقول لك شكون غيحميني؟ راني نعطيك المعلومه وشكون غيحمي نفسك؟ ما كاينش، باقي ما وصلناش لديك الاليات لحمايه الموظف حامل المعلومه اللي غيعطي المعلومه. ثانيا واللي هي مهمه جدا، 70% من طالب المعلومه ما كيطلبوهاش ليلوم، هذه خطيره جدا، كيطلبها باش او قال السي سعيد الشكري لربما كيطلبها لغرض ما. هذا واحد النوع من التخوف، لان غادي يستهلك واحد المعلومه شخصيه لصالح شخص اخر او لزويدي قطاع اخر، راه هناك واحد النوع من الخطر. كنعيشوا كلنا هذا الهوس انه ذاك الحوت الاوركا كيهجم على الناس وكيقتل الناس وكيعبط الله، هادشي اساسا هو من الصحه، لان هادشي كيوقع في المياه الاسبانيه وكتلقى المعلومه من طرف الخبراء البحريين كيقول لك هاش الحقيقه والحقيقه. حنا حرفتنا غير ناكدوا للمواطن هنا في طنجه واش الشاطئ ديال طنجه الشاطئ البلدي ملوث او غير ملوث. دكتور كتبدل غير قنعوك، شكون يزودك؟ كان الموضوع في برنامج معين قلنا ان الشواطئ غير صالحه للسباحه، الغد كيطلع علينا خبر من مسؤولين كيقول لك لا راه 23 شاطئ في طنجه صالحه للسباحه. شكون هذا المصدر؟ شكون مصدر المعلومه؟ هذه ونختم بهذا الشيء، جميع الانشطه الرسميه ما كينتقوا من الاعلاميين غير اللي كيهضروا عليهم، انهم اللي كيعتبروهم مشاغبين ابواب موصده في وجهه. المعلومة للإعلام اللي هو إعلامي رسمي لا تعطى، لا تعطى بداية من رئيس الحكومة حتى آخر مسؤول في المدينة هو القيد. نلتئم اليوم ثنائيا أي مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية وبيت الصحافة احتفاء باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من هذا الشهر. اخترنا موضوع هذه الندوة التكوينية التفاعلية موضوع المعلومة البيئية، وكما يعرف الجميع أن المعلومة البيئية هي شبه محصورة عند فئة معينة، ولكن بغاية الأسف غير مسموح لها بأن تتعامل مع الرأي العام بالواضح المطلوب، سواء كانت داخل الإدارة العمومية أو شبه العمومية. ويبقى الاجتهاد الفردي للحصول على المعلومة يخضع لوسائل متعددة بما في ذلك العلاقات الشخصية. إذن الإعلام هو الباحث عن المعلومة، والمتلقي هو الإدارة التي يعنيها موضوع المعلومة، سواء كانت معلومة برية أو بحرية أو جوية، أي كل ما يتعلق بالبيئة. نحن نشكو أمرنا منذ مدة طويلة كإعلاميين وبيئيين، المعلومة محتكرة، بل يمكن نقول أن المعلومة محجوزة بين مجتزتين ولا ندري لماذا. رغم كاين جميع الآليات، راه أحيانا الرقم ديال طلب المعلومات من طرف الإدارات ضعيف جدا، ربما بالطريقة يعني بالمنهجية خصك تكتب وخصك في شفافية وخصك دير هذا. فهنا الإشكال الحقيقي اللي فيه في هذه المعلومة خاصة المعلومة البيئية، أنا أختلف شوية مع سي الدمون على القضية ديال المعلومة شكون اللي كيطلبها. جيمغي بيان نقرا لكم غير واحد جزء من لا كونفونسيون ديال أروس، لأن هي لا كونفونسيون إطار ديال الحق في وصول المعلومة. هو l'accès à l'information sur l'environnement est ouvert à toute personne, physique ou morale, sans que le demandeur n'aille à justifier d'un intérêt. En conséquence, aucune justification n'est nécessaire pour formuler une demande d'information. Il y a un droit pour l'accès à l'information, mais je vais vous dire ce que je vais dire. Dans le cas, il y a ce tendim de cette nadoua dans l'état de tchlid de l'anime de l'Bi'am. ولكن الموضوع بحكم أن هناك شراكة بين بيت الصحافة ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، كان لابد باش تكون هذه الندوة تجمع بين يعني مادتين أساسيتين، أولا الإعلام ثم علاقته بالحق في الوصول للمعلومة البيئية.
صحيح ان المعلومه البيئيه اليوم هي اساس تقريبا جميع يعني الاخبار الاعلاميه اللي تتداول في العالم، لكن على المستوى الوطني مازال هناك يعني واحد نقص في التخصص ديال الاعلام البيئي من اجل فعلا توصيل هذه المعلومه البيئيه للمواطنين. ربما الاعلام والماده البيئيه ليست ماده تغري الاعلام، لكن ربما جاء الوقت فعلا باش المواطن يكون عنده هذه الثقافه البيئيه من خلال الاعلام، لان بغينا فعلا نوصل لهذه المساله ديال التنميه وتطوير الثقافه البيئيه من خلال الاعلام. وربما اليوم الاعلام ديالنا على المستوى الوطني مطالب باش يكون عنده يعني ما تكونش العمليه مناسباتيه، نحتاجوا حتى اليوم العالمي باش نتكلموا على الاعلام ونتكلموا على البيئه في الاعلام، بل اننا يجب ان نطور ايضا هذه الثقافه على مستوى وسائل الاعلام ديالنا، لا المرئيه لا المسموعه لا المكتوبه، يكون عندنا ايضا يعني متخصصين في الاعلام البيئي وتكون هذه الماده البيئيه اساسيه. في الحقيقه الحصول على المعلومه ونحن في اليوم العالمي للبيئه هو اساسي جدا، لان من خلال هذه المعلومه يمكننا نتجاوزوا مجموعه من المشاكل اللي كتنتج على عدم الحصول على المعلومه، من بينها الاخبار الزائفه. طيب هذا حال اذا لم اكن قد حصلت على معلومه من طرف يعني رسمي سابحث عنها في اتجاه اخر، وبالتالي فيعني اتقبل ما يعني اخذته من هذا الطرف الاخر. مساله اخرى هي اشكاليه تتجلى في كثره المتدخلين، كثره المتدخلين في موضوع معين للحصول على المعلومه. هنا يعني ابحث عن يعني الاداره المسؤوله على هذا الموضوع هذا لكي تمنحني هذا يعني هذا المعلومه، وبالتالي كما قلت ذكرت متدخلين، فهذا يعني انني يعني لن اتابع الموضوع ولن اتحدث عن الموضوع لانه لم اكن اتوفر على المعلومه الصحيحه. عندنا ثقافه ممانعه في التعاطي مع المعلومات، لاننا معودين على كل ما هو شفهي غير رسمي غير مصدري غير دقيق. فالحل التعامل مع الثقافه هي الممارسه، اننا نمارس المصادر القانونيه على تعبير.